اليوم المعرض معرض نتنفس حرية، معرض قائم على عدة زوايا مختلفة، زوايا تشمل زوايا فنية، زوايا إعلامية، مقتنيات، إنتاجات الأسرة، إصدارات الأسرة اللي بتعبر عن معاناة الأسرة، عن تضحياتهم، عن صمودهم، عن بطولاتهم، وكيف إنهم الأسرة بدهم يوصلوا رسالة إن إحنا موجودين معكم، إنه إحنا منعيش معكم، إنه هاي معاناتنا وصلوها للعالم أجمع. رغم المعاناة كمان في إصدارات، في إنتاجات، في إبداعات بتخرج رغم القيد. أول شيء إحنا منقولش للأسرة، الأسرة هم اللي بمدونا ببطولاتهم، بمدونا بمعنوياتهم الفولاذية وإرادتهم الحديدية الصلبة، هم اللي كانوا معنا قلبا وقالبا في هذا المعرض، هم اللي زودونا في الزوايا هاي، وحتى الزاوية الحصرية اللي كانت تعرض لأول مرة في هذا المعرض، معرض نتنفس حرية. طبعا اسم المعرض بيوحي بأنه الأسرة ما بدهم إلا حريتهم، فقط حريتهم. إحنا كزوجات أسرة وكعائلات أسرة وكأهالي أسرة، إحنا منوصل الأمور الإبداعية والفنية هاي للعالم الخارجي من خلال إنه إحنا منطلع كلماتهم، معاناتهم، بطولاتهم، منوصلها للناس شوفوها على أرض الواقع. رغم إنه في معاناة في إبداع، رغم إنه في قيد في حرية بإذن الله قريبة لإلهم، وهذه ما بتظهر إلا من خلال الأمور الفنية والإعلامية اللي إحنا شايفينها من خلال زوايا المعرض.